السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم طريقه كيفاش كنصايبوا الدجاج بالخضار كوجبه غداء اقتصاديه، كنرفقوها بالسلطات الحلوه كيما اللي كتجي على هذا الشكل. بقاو معنا تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنديروها كنديروا اللوبيا ديالنا ولا الفاصوليا تسلق واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنجيبوا الدجاج ديالنا اللي كنكونوا يعني غسلناه مزيان ودرناه في الحامض وبيتناه في الثلج، عاد كنجبدوه وكنغسلوه مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنقطعوه كنحيدوا له الجلده اللي زايده كامله كنحيدوها، وغنقطعوا الدجاجه ديالنا. كما كتشوفوا الدجاج ديالنا دائما تكنرقدوه مزيان، يعني كنغسلوه مزيان بالملح والحامض وكنرقدوه واحد الساعه د المكانه في الحامض، ومن بعد كنغسلوه وكنبيتوه فريكو باش ملي كنطيبوه كتجي الصدره ديالو فتيه. وهاد الدجاجه ديالي قسمتها على جوج بعد ما غسلتها مزيان، ودابا غندوز نشرمل الدجاج ديالي. وهنايا في الشرموله عندي هنايا قزبر ومعدنوس والثومه، طحنتهم في مولينيكس وصفيتهم. هذا الثومه والقزبر ومعدنوس بعد ما طحنتهم في المولينيكس كنحتفظ بالماء ديالو، هو اللي غنمرق به هاد الدجاج ديالي. وهنايا عندي هنايا بصله كبيره مطحونه حتى هي، غنضيفوها على الدجاج وغنبداو نخلطو واحد شويه، ومن بعد غنجيبو التوابل. كما كتشوفوا هذا هو الدجاج ديالي، وعندي ضفت عليه قزبر معدنوس والبصله مطحونه. دابا غنجيب غنبقى نضيف التوابل شويه بشويه كما كتشوفوا. عندي هنا كنعمل خرقوم راس معلقه صغيره، وكذلك شويه ديال الزعفران ملون. هنا كنعمل السكنجبير كنعمل معلقه صغيره وشويه الملحه. هنايا غندير الابزار كما كتشوفوا، الابزار ولا الفلفل الاسود. وهنايا داك الكاس ديال الماء ديال اللي طحنا فيه قزبر معدنوس هو اللي غنشرملو به الدجاج ديالنا، غنرقدوه. يعني نحاولوا نخلطوا الدجاج ديالنا مزيان باش يدخلوا فيه الشرموله والتوابل، وكنخليه يترقد على الاقل جوج سوايع. شحال ما بقات فيه الشرموله يعني في والتوابل في الدجاج كيترقد، يعني كيجي مزيان، وكنحطو على جناب. دابا كنجيبو الخضار اللي غنستعمل اللي غنرافقو بهم هاد الدجاج، يعني كنجيبو الجزر وكنقطعو الجزر ديالي، كنقطع الجزر ديالي دوائر. بعد ما قطعنا الجزر ديالنا كندوزو دابا نقطعو البطاطا، حتى هي كنقطعوها دوائر كما كتشوفو، حتى كنساليو الكمية اللي عندنا كاملة. وهنايا كنجيبوا البصله حتى هي كنقطعوها رقيقه، كنقطعوها دوائر. كما كتشوفوا كنجيبوا الصينيه اللي غندخلوا الفران وكنبقاو نستفوا فيها الخضر وكنستفوها البصله. ودابا غنقطعوا مطيشه ديالنا ولا الطماطم كنقطعوها حتى هي دوائر دقيقه، وكنستفوها حتى هي في الصينيه اللي غتدخل الفران. هذه هي الخضر اللي غنرافقوا بها الدجاج ديالنا. وفي هذه الجهه هذه اللي خاويه كنجيبوا اللوبيه ديالنا بعد ما تسلقات واحد 5 دقائق، يعني ملي تدخل فيها شويه الطياب باقي كيدخل فيها الطياب، وكنطفيو عليها كنصفيوها من الماء بعد ما سلقناها في شويه الماء والملحه، وكنستفوها في الصينيه ديالنا. ودابا كنجيبوا الدجاج بعد ما شرملناه وترقد غنديروه من فوق الخضره كما كتشوفوا. وهاد الشرموله اللي شاطت كنضيفوا ليها شويه ديال الماء باش نمرقوا بها الدجاج ديالنا والخضر. حاولوا نوزعوها كامله على الدجاج وعلى الخضره. ودابا غنجيبو
غنجيبو الزيت، مخلطة زيت الزيتون مع زيت بيضة هي اللي غنديرو ليها من الفوق، نديرو شوية زيت الزيتون مع زيت بيضة وكندوروهم فوق الدجاج ديالنا كامل وعلى الخضار. وفي هاد الأثناء كيكون الفران ديالنا كيسخن وكنديروها طيب في الفران من تحت حتى كطيب، ومن بعد كنديروها تحمر من الفوق كما كتشوفوا بعد ما طابت. هذه هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا، هو الدجاج ديالنا طاب والخضره كلشي طيب. كما كتشوفوا الدجاج كيف طايب وهالخضره، غنحاول نحط واحد شويه في هذا الطبق، شويه من الخضار وشويه من الدجاج كما كتشوفوا. دابا غندوزو نوجدو السلطه ديالنا الحلوه. عندي هنايا الخس بعد ما غسلته مزيان، غنقطعو رقيق وعندي هنا خيارة واحدة كنقطعها هي دوائر. كنستعمل من البرتقال، عندي هنا 3 ديال البرتقالات صغار غنقطعوهم رقاق. هادو باش الخضار اللي غنصايبو بها والفواكه اللي غنصايبو بهم السلطة. وكذلك استعملت الطماطم في هذه السلطة، دائما كتكون الكمية على حسب أفراد الأسرة. كنقطع رقيقة هاد السلطه الحلوه، كنستعملو حتى البصله. بعد ما سالينا التقطيع ديال الخضر والفواكه مع بعضهم، هنايا غندير نصف الرمانه. هادو هما المقادير اللي غنحتاج، عندي هنايا الرمان وعندي هنا الزيت وعندي هنا الخل ومعلقه كبيره السكر. كنجيب معلقه كبيره ديال السكر وكنضيف ليها معلقه ديال الزيت بيضه، وكان معلقه ديال الخل، وكندير نصف زلافه ديال الرمان، وكنبدا نخلط العناصر كامله مع بعضياتها كما كتشوفوا. المشاهدين هذه هي السلطة الحلوة ديالي، كنتمنى تكون عجبتكم الطريقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.